سلام عليكم الله. ان شاء الله في فيديو النهارده هتكلم عن كيفيه تحميل برنامج برولوج. تاني جزء معانا هتكلم عن ازاي تستخدمه وازاي تكتب الكود فيه. تمام، يلا بينا. اول حاجه كيفيه تحميله، هسيب لك لينك الويب سايت في الديسكريبشن. تمام، عندك بقى هنا الفيرجن بقى 64/32 الويندوز، ولو عندك ماك فين. تمام، تختار اللي انت عايزه، سواء 64 بت او 32 بت، هتدوس عليها. بعد كده يجي يجيب لك هنا وتقول له اي اندرستاند كده، تقول له داونلود. البرنامج مساحته 19 ميجا، بعد يجي تحمله نكس نكس نكس. تمام، مفيش اي حاجه، انا كده اوريدي محمله. فهنيجي على البرنامج، بعد كده هنيجي نفتح البرنامج اسمه اس دبليو اي بروب. اول ما نفتحه يجيب لنا الواجهه دي. تمام، الواجهه دي ايه؟ الواجهه دي اللي بنعمل فيها الران. طب انا عايز اجيب، احنا عندنا في البرنامج بيكون في واجهه جي اي للداتابيز وجي اي للران. تمام، فانا عايز اجيب الواجهتين، انا عندي واجهه واحده. اعمل ايه؟ فايل، بعد كده نيو، اروح عند اي مكان عندي واكتب له اي اسم بقى فايل، مثلا لاب، اقول له انتر، هيفتح لي كده معانا الواجهتين. تمام، دي واجهه الداتابيز وهنا واجهه الران. تمام، طب نتاكد كده من البرنامج شغال ولا لا. هنيجي عند داتابيز مثلا نقول له ميل مثلا عمر، اي اسم، في الاخر نقول له نقطه. طب انا عايز الران دي تشتغل، فهعمل ايه؟ كومبايل، بعد كده كومبايل بافر، اوكي سيفها لي. تمام، طب انا عايز اتاكد من الستيتمنت دي، هقول له ايه؟ ميل عمر ونقطه في الاخر. هل ميل عمر، هل ده اللي انت كتبته هو ده؟ ايوه، قال لك ترو كده. ده فيديو النهارده، سلام.